متجر إلكتروني إكسباند كارد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في شرح تطبيق تخصيص نموذج التسجيل، واللي من خلاله نقدر نستبدل صفحة إنشاء الحساب نموذج التسجيل ببيانات مخصصة أو نموذج تسجيل مخصص اللي هو نموذج التسجيل المخصص. أول خطوة طبعا تنصيب، تعديل، أول خطوة بنعملها تفعيل التطبيق طبعا مباشرة، عرض جميع الحقول في مربع واحد اللي هي جهة واحدة أو جهتين زي هنا كده مثلا، ونعملها جهة واحدة. تفعيل الاشتراك في القائمة البريدية، طبعا دي موجودة في النموذج العادي، ممكن برضو نفعلها في النموذج الثاني. وحفظ، بمجرد تفعيل التطبيق طبعا هيستبدل النموذج العادي بنموذج بالنموذج المخصص. طبعا اول حاجه نعملها نقدر هنا نعمل الاشتراك مثلا، اشتراك القائمه البريديه مثلا، انضم الينا مثلا، الانضمام الينا. طبعا لو عندنا اكتر من لغه نقدر نكتب اسم الخانه دي بالعربي والانجليزي والفرنساوي حسب اللغه اللي احنا ضايفينها. ممكن الاسم الاول هل هو مطلوب او غير مطلوب، ونقدر نغير اسمه والاسم الاخير مثلا، والعنوان، كلمة المرور، تأكيد، وحفظ. بمجرد تفعيل الخانات دي طبعا هيتغير اوتوماتيك بالحقول اللي انا ضايفها. اي تغيير هيحصل هنا في الاسم في الخانة طبعا بيعمل ريفليكت اوتوماتيك في صفحة انشاء الحساب. ممكن طبعا نكتب الحد الادنى لرقم الهاتف مثلا 5، الحد الاقصى مثلا 10، يكون رقم الهاتف ما بين 5 ارقام ل 10 ارقام، او ما ممكن نعمل طول ثابت. كلمة المرور نفس النظام برضو، ممكن الحد الادنى 5، الحد الاقصى 10، او نعملها طول ثابت رقم الهاتف اهي. طبعا في الحالة دي لازم يبقى طول معين، لو عملناه اقل من 5 يجي رسالة رقم الهاتف لابد ان يكون طوله بين 5 و10 حروف. شكرا. متجر الكتروني إكسباند كارد.